السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى اليوم نكمل آخر محاضرة بالباثولوجي مال الهيماتولوجي مال الدم. هاي المحاضرة الناس موتى وأهل العلم أحياء. هاي المحاضرة راح نكمل بها أي شيء نقصات بالقصة مالتنا مال البلد. إحنا درسنا بالبداية الخلايا والأنتيجينز والأنتيبوديز اللي موجودة عليها، عرفنا الفورورد تايبينج والريفيرس تايبينج. بالمحاضرة الثانية عرفنا شلون نحمي الدونر، ركزنا أكثر شيء على الدونر، شلون نحمي الدونر، قلنا نختار دونر صحيح، نسوي تشيكينج، ما أعرف شلون هاي الأشياء حكيناها كلها. بعدين حكينا على أنه ورا ما أخذت دم من الدونر صار عندي عينة دم، باينت مال دم، شنو أسوي، شلون أتعامل ويا هذا الباينت. وحكينا عن التشيكينجز والإنفستيجيشنز اللي نسويها، وحكينا على الكومب تيست. هاي كلها بالمحاضرة الأولى والثانية. بهاي المحاضرة راح يعني نكمل فد أشياء ثانية اللي هي تكملة القصة. فالأولى يعني هاي التوبكس مال هاي المحاضرة Principles of WHO and ISBT of Blood Transfusion. WHO منظمة الصحة العالمية، و ISBT هاي أنا مخلي لكم إياها International Society of Blood Transfusion ISBT. ذولا انطوا فد Principles وذني لازم حفظ يجن أسي ممكن كذا للبلد ترانسفيوجين. راح نعرف شلون نحمي الريسيبيانت، احنا عرفنا شلون نحمي الدونر، هنا لازم راح نعرف شلون نحمي الريسيبيانت. راح نحكي كلش هواية عن الكومبليكيشنز، أصلا تكملة المحاضرة كلها عن الكومبليكيشنز، يعني هاي مال الـ WHO والـ ISBT مال شلون نحمي الريسيبيانت أول سلايد أو سلايدين، والباقي كله حكينا راح يكون عن الكومبليكيشنز اوف بلاد ترانسفيوجن. اوكي هاي مال دبليو اتش او وشلون نحمي ريسيبينت، هسه نبدي بها ان شاء الله يعني تصير واضحه علينا وسهله ويعني اسهل شيء بالمحاضره. كومبليكيشنز خلي احكي لكم هسه عنها، نقدر نقول هذا كلام تشويقي عن الكومبليكيشن، حتى مني يعني دقيقتين ثلاثه ونبلش بها احنا عندنا فكره. اوكي شنو الكومبليكيشنز؟ الكومبليكيشنز المشكلة مو بالكومبليكيشن، يعني احنا الصعوبة علينا كطلاب مو بالكومبليكيشن، وانما بالكلاسيفيكيشن، التصنيف مال هاي الكومبليكيشن. فالتصنيف خاف يدوخني، فهسه خلينا نعرف التصنيف مالتها حتى من نبلش يعني الوضعية عندنا فكرة عنها. شلون صنفوها يعني شلون سووا لها كلاسيفيكيشن هاي الكومبليكيشن، كلاسيفيكيشن اوف كومبليكيشن، سجع مال شعر. اي هاي شلون يعني شلون رتبوها؟ قالوا نقسمها ايرلي ترانسفيوجن كومبليكيشن، ونقسمها ديليت ترانسفيوجن كومبليكيشن. الايرلي قالوا هي اللي تصير اقل من 24 ساعه، يعني انا انطيت دم للريسيبينت، للمستلم الدم، هذا البيشنت اللي يحتاج دم، ابو ثلاسيميا، سكر صير انيميا، ابو حادث سياره، المهم انطيته دم وخلال 24 ساعة أي complication يصير هذا هو early transfusion complication. ورا ال 24 ساعة ورا اليوم هاي شنو أسميه delayed transfusion complication. طيب الإيري اللي نقسمها حسب السبب مالتها إلى immune، سببها immune system immune transfusion reaction اللي هي سببها يعني يكون antigen antibody reaction، هاي ال early immune transfusion reaction. أو early non-immune transfusion reaction اللي هي سببها يا أما infection يا أما يعني أغلب الأسباب مثلا لها علاقة بالinfection أو contamination ويا البكتيريا أو أي شغلة ثانية هسه احنا راح نعرفها. أوكي هاي يا أما immune يا أما non-immune. الديليت أيضا نقسمها immune اللي هي delayed صورها 24 ساعة وسببها antigen antibody reaction، أو delayed non-immune complication وها 24 ساعة delayed وسببها مو antigen antibody reaction، سببها مو الجهاز المناعي هم، يعني الأكثر سبب هنا contamination مع البكتيريا فيروس هيجي، أو هو يعني المضاعفات الصيغ ما لها علاقة بالجهاز المناعي. وإن شاء الله هسه راح نجيها. فالobjectives هسه هاي يعني احنا باعتبار ويا topics عرفنا الobjectives ماكو حاجة، بس هو هاي classify the complication هم ينقسموها classifying according to the time of occurrence early or late according to the type of reaction immune or non-immune.
هسه نجي للهاي السايدين اللي قلت لكم بالبدايه احنا نحكي عنهن قبل نبلش بموضوعنا الاساسي اللي هو الكومبليكيشن. يقول بلاد از ذا موست بايولوجيكال ثيرابي هو فارامين ثيرابيوتيك بروسيجر انفولفينج ارسك، يعني هو اكثر بايولوجيكال ثيرابي. هاي يعني كلام انشائي كلام هيك يقول لك هو يعني ثيرابي كلش مهم. وهمين هو شنو كل ثيرابي احنا اخذناها بالفارما بي ريسك بي سايد افكت بي ادفيرس افكت بي توكسيسيتي بي مشاكل. اوكي فهذا البلاد بي هم بي مشاكل لو ما بي مشاكل فاكيد بي مشاكل. طيب اكو فد اقتباس للشخص اللي هو رائد بالبلاد ترانسفيوجن كارل لاندشتاينر، هذا شي يقول بلاد ترانسفيوجن نيفر بي اوردرد اور جيفن انلس اتس جيف اتس وورث ذا ريسك، يعني انا ما انطي الا لو من انا صدق محتاجه وصدق يتحم يعني صدق اضحي لان هو بيه خطوره unless it worth the risk. طيب the principles of WHO and ISBT of blood transfusion هاي اللي قلت لكم ممكن تجي essay لان هاي I see that's important. هاي شنو هي خمس نقاط خلي احكي لكم اياها سوالف حتى من نقراها تصير كلش واضحة. أول شيء هو لازم يكون أنا مخليهن هسه بالهايلايت يعني واضحات. أول شيء هو عملية التطوع بالدم WHO والISBT يقولوا لازم تكون فولنتري. أوكي فولنتري. شغلة ثانية هاي أي شغلة فولنتري تحتاج يعني واحد يشجع عليها. أوكي تقول إنه هاي التشجيع على عملية التبرع بالدم مو شغلك أنت كطبيب، شغل منظمات المجتمع المدني، شغل أي أشخاص غيرك مو شغلك أنت. اوكي كوميونيتي ريسبونسبيلتي. فالاولى بلاد دونيشن شال ان اول سيركمستانسز بي فولنتري. الثانيه هو مو التشجيع عليه مو مسؤوليتك ومو مسؤوليه الافراد، مسؤوليه المجتمع كله. الشغله الثالثه انه ذولا اللي يردون يشجعون على التبرع بالدم ممنوع يستخدمون يعني مكافاه هاكو فلوس وتعال تبرع بالدم، ما يصير لازم لان هاي بها فيها خطوره فما يصير ندفع فلوس على مسحب الدم. الرابعه والخامسه ذني مترابطات، ما يصير ناذي الدونر، ما يصير ناذي الريسيبينت، يعني عمليه التبرع بالدم اذا تاذي الدونر او تاذي الريسيبينت ما اسويها. فالاولى قريناها انه لازم دائما يكون فولنتري، الثانيه بلاد ترانسفيوجن از كوميونيتي ريسبونسبيلتي راذر ذان انديفيدوال ريسبونسبيلتي، يعني هي مسؤولية المجتمع، مسؤولية منظمات المجتمع المدني غيرهم يشجعون عليها مو شغلنا. الشغلة الثالثة اللي هي financial profit، financial يعني مادية، financial profit should never be a motive for the donor for those collecting blood. The donor should never no harm or blood component never harm the recipient. انا حتى يعني هاي الصياغه اقدر اصيغها اي صياغه سهله علي مو الا نفس صياغه المنزمه. هسه كملنا السايد الاول، هسه نرجع للسايد الثاني اللي هو نفس الموضوع اللي هو مي جاست براتيك ذا بلاد ترانسفيوجن ريسيبينت. شلون نحمي الريسيبينت؟ اول شيء يقول لي سلكشن اوف هيلثي دونر، ناخذ هايلايت هاي selection of healthy donor، ناخذ لون ثاني healthy donor for healthy blood from blood borne disease، يعني من اختار دونر لازم يكون الدونر healthy، لازم ما بي امراض تنتقل من خلال الدم، فبالتالي هاي خطوه لحماية الريسيبينت. انا شلون احمي الريسيبينت؟ اختار لدونر صحيح، مو اختار لدونر بسلمونيلا او ب اتش اي في او باي مرض ممكن ينتقل بالدم او بملاريا مثلا، ما يصير. بوست دونيشن لاب وورك انفستيجيشن اوف دونيتد بلاد. النقطة الثانية حتى احمي الريسيبينت ورا ما اسحب الدم من الدونر اللي هو لازم يكون هيلثي اسوي لابوراتوري وورك انفستيجيشنز. طيب هاي الانفستيجيشنز شنو هي؟ ثلاث اشياء لازم نسويها باختصار، الاي بي او والار اتش، الفايرال سكرين،
و سكرينينج فور اوف اوريجولار انتي بوديز، بس هاي بحالات خاصه. طيب الاي بي او والار اتش هاي بكل الاشخاص، اي دم اسحب اريد اسوي اي بي او بلاد جروب اند ار اتش دي فينوتايب، اشوف او بوزيتيف او نيجاتيف، اي بوزيتيف اي نيجاتيف والى اخره. وهي هاي يعني مانديتري. ثانيه مانديتري يعني الزاميه لازم. الثانيه الفيرال سكرين، شوف خلينا نقرب الصوره. الفيرال سكرين، بالفيرال سكرين شوفوا هاي اتش بي يعني هيباتايتس، هيباتايتس بي اتش بي اس هيباتايتس بي هذا اوكي. بالهيباتايتس بي يعني اسوي انفستيجيشن عن الهيباتايتس بي انتيجين وعن الهيباتايتس بي انتي بودي اوكي. بالهيباتايتس سي اسال يعني اسوي انفستيجيشن وافحص عن الهيباتايتس سي انتي بودي فقط. بالاتش اي في عن ال HIV antibody، والسيفلس اللي هو مرض بكتيري تسببه تريبونيما باليديوم. فنيجي الذن اللي أنا ملونهن بالهايلايت الوردي تقريبا، هذا وردي. هيباتايتس بي أكو فت شغلة يعني أنا من أشرح أعطيكم فت فائدة يعني إضافية. الهيباتايتس بي ليش هنا قال نبحث عن الأنتيجين والأنتيبادي، بينما الهيباتايتس سي اللي هو أخوه قال نبحث عن الأنتيبادي وسكت. الجواب الهيباتايتس بي يعني اذا لقينا الانتيج له فاكسين، هو اوكي له فاكسين، بينما الهيباتايتس سي ما له فاكسين. هاي نخليها ببالنا، الهيباتايتس بي له فاكسين، الهيباتايتس سي ما له فاكسين. طيب الهيباتايتس بي اذا لقيت الانتيجين يعني هيباتايتس بي انتيجين ولقيته بوزيتيف، هذا بوزيتيف يعني شنو؟ يعني اكو انتيجين مال فيروس، يعني اكو فيروس بهذا البيشنت، يعني البيشنت ايش بيه؟ مريض مصاب اوكي. اذا لقيت الهيباتايتس بي انتيجين يعني لقيت الانتيجين يعني هذا الفيروس موجود هنا، فاذا هو مصاب. طيب اذا الهيباتايتس بي انتي بودي بوزيتيف، اذا هذا انتي بودي الانتي بودي بوزيتيف يعني هذا يعني شنو هاي؟ يعني هذا البيشنت او هذا الدونر، لان هاي الفحوصات اسويها للبلد اللي سحبته من الدونر، ف يعني هذا الدونر ماخذ لقاح، لانه هو من ياخذ لقاح جسمه يكون انتيبوديز. فاذا الهيباتايتس بي انتيبوديز بوزيتيف، هذا التيست اللي اسويه على ادور بي عن الهيباتايتس بي انتيبودي بوزيتيف، يعني هذا الشخص فاكسينيتد اوكي. فهاي بالنسبه للهيباتايتس بي. الهيباتايتس سي هو بس ما له فاكسين، فاذا لقيت الانتيبودي او لقيت الانتيجين يعني هو مصاب، لانه اذا لقيت هنا اني للسهولة أو ما أعرف ليش بالضبط يبحثون عن الأنتيبادي. ف من لقينا الأنتيبادي يعني هذا الجسم مصاب والجسم مكون أجسام مناعية، لأن هو المرض ما له لقاح الهيباتايتس سي. فبالتالي الهيباتايتس سي أنتيبادي إذا موجود يعني إذا بوزيتيف فالبيشنت مصاب. الـ HIV نفس الشيء، والسيفلس اللي هو مرض بكتيري. هسه هاي النقطة الأولى اي بي او والار اتش. النقطة الثانية الفيرال سكرين. النقطة الثالثة اكو انتي بوديز ريجولار، يعني مثل ذن مال كيل ودفي وكذا اللي هن يعني مو شائعات اوكي. احنا الاي بي او والار اتش شائعات، البقية ذني مو شائعات، فذني يعني ادور عليهن واسوي لهن انفستيجيشن واحاول اعرفهن على مود يصير توافق بالدم بين بين الدونر والريسيبينت، حتى بدني الانتيبوديز الغير شائعات او غير الشائعات حتى نكون باللغه العربيه ادق هي يكون يعني حتى عن ذني ندور. بس هذول ذني مكلفات وهن ما موجودات بكل البشر، يعني مو كل البشر يسببن لي مشاكل، لكن وش وقت اني يعني لازم اطبقهن ولازم ادور عليهن الارجولار انتيبوديز ويا الاشخاص اللي تصير عندهم مشاكل، اللي هم من هم اللي ممكن تصير عندهم مشاكل؟ اول شيء بريفيوس بلاد ترانسفيوجن، مالتيبل بريجننسي، واورجان ترانسبلانتيشن. ذول هاي الثلاث فئات هم متعرضين لدم غريب، يعني شخص هو مستلم دم قبل وهسه جاي يريد يتبرع، فهذا الدم يعني الدم اللي بجسمه مو بس دمه هو متعرض للانتيجينز وانتيبوديز غريبه، فادور عن الارجولار انتيبوديز. كذلك الاهل يعني امهات المالتيبل بريجننسي والاورجان ترانسبلانتيشن. هاي
النقاط الاثنين اللي هن حماية الريسيبينت، وهي النقطة الأولى قلنا نختار هيلث دونر، النقطة الثانية قلنا نسوي انفستيجيشن وعددنا ذني اي بي سي شنو هن الانفستيجيشنز اللي اسويهن لاب انفستيجيشنز. هسه نجي لمن، اني خذت عينة الدم من الريسيبينت وهاي عينة الدم او بطل الدم الباينت مالتي، سويت عليه هاي الانفستيجيشنز وكملت، جيت وقفت يم السرير ما او يم البيت مال ال مال الريسيبينت، هاي الفوق سويناها لعينة الدم وللمتبرع. احنا نجي ليم الريسيبينت ايش راح اسوي؟ بري ترانسفيوجن لاب ورك كومباتيبلتي انفستيجيشنز اسويهن اعيدهن نفسيتهن للريسيبينت. فوق سويتهن للدونر، جوا سويتهن للريسيبينت. فري تشيكينج بلاد جروب اوف دونيتد سيلكتد بلاد اند بيشنت ريسيبينت بلاد، يعني جيت للمستلم هم عدت له الاي بي او والار اكس. ثاني شغله سويت كروس ماتشنج، يقول هذا كروس ماتش ان فيترو تو افويد ان فيفو انكومباتيبلتي، يعني امزج الار بي سي من البوينت مال الدم وسيرم من البيشنت مالتي المستلم وامزجهن وافرهن بالسنترفيوج. احنا متعلميها طريقه الكروس ماتشنج، يقول هاي اسويها ان فيترو يعني بالمختبر مالتي حتى ما تصير عدم توافق ان فيفو، ان فيفو يعني داخل جسم البيشنت. والنقطه الثالثه اللي هي screening of irregular antibodies by direct and indirect COM test، ادور على الirregular antibodies، وهم هي نفس القصه يعني انعادت اللي هي ويا من الirregular antibodies ذولا اللي عندهم multiple transfusion organ transplantation multiple pregnancy، واضيف وياهم الautoimmune disease. هاي يعني فد يعني شنو نسميها فد بروسيجر حماية الريسيبينت. النقطة اللي وراها closed observation through process of transfusion for expected complication of blood transfusion، بعد ما سويت الفحوصات وكملتها كلها اجل هذا وقاعد جيت للريسيبينت حتى انطيه دم، من انطيه ابقى يمه حتى مو اقول له هاك روح مثلا سوي بالبيت او اعوف او امشي، لو اطلع ابقى يمه closed observation حتى اخاف يصير complication. فهسه الثلاث نقاط حتى من تيه، لانه كل نقطه وياها تفاصيل اي بي سي. هاي النقطه الاولى اللي هي الهيلث، اختيار الهيلث دونر. النقطه الثانيه اللي هي اسوي لاب ورك للدونيتد بلاد. النقطه الثالثه لاب ورك للريسيبينت. والنقطه الرابعه والاخيره اللي هي closed observation. ها هي هسه هاي كلها يعني قضينا ما اعرف كم دقيقة بالضبط حتى نعرف شلون نحمي الريسيبينت. نجي للكومبليكيشنز اللي تصير وياي. انا عملية نقل الدم صحيح سويت كل هاي الاحتياطات ونقل، وقبل لا استلم الدم فحوصات، ومن استلمته فحوصات وللدونر وللريسيبينت وفايرال سكرين وكل هاي سويتها، بس ويا هاي المشاكل ويا هاي الاحتياطات كلها هم تصير عندي مشاكل. فمشاكل اسبابها هواي طبعا، فهسه احنا نجي ويا كل مشكله نقول سببها. فالكومبليكيشنز اوف بلاد ترانسفيوجن يقول لي يابا ذا اوفرال انسيدنس هو 2 الى 5%، يعني نسبه الحدوث مال المشاكل كومبليكيشنز مال البلاد ترانسفيوجن هي 5%. طيب هاي ال 5% هي 50% من عندها سببها الـ ABO compatibility، يعني هاي الـ complications اللي هي نسبتها 2 إلى 5%، نص الـ complications سببها ABO incompatibility. جميل. Classification transfusion complications are classified into early and delayed onset complication and both are subclassified into immunological and نون اميونولوجيكال اس فولوز. هاي طبعا القسمه يعني ما يحتاج اقرا لانه حكينا به، انه احنا نقسمه ايرلي وديليت، والايرلي اميون ونون اميون. ها هي طبعا الشغله اللي لازم اعرفها انه الاميون هو الاخطر، لانه الايرلي اقدر اتعامل وياه، عفوا النون اميون، بس الاميون هذا انتيجين انتي بودي رياكشن ويدخل الجهاز المناعي بالموضوع، فهو يكون اخطر.
والاي بي او انكومباتيبلتي هي سببها اميون سيستم. طيب الاميون كومبليكيشنز، هذا السلايد يعني كلش راح نرجع له لانه هو الاساس مالتنا بانطلاقتنا بالمحاضره، اللي هو شنو الاميون كومبليكيشنز. راح نجي بس للاميون، فهاي الاميون بغض النظر عن كونها ايرلي او ديليت راح نجي نعرف شنو، لان هي الاخطر، فراح نجي نعرف شنو هي الاميون، شنو يصير بالاميون كومبليكيشنز. قلنا لان هي الاخطر خلينا لها سلايد وحدها وحتى نسولف بيها. يقول لي من اول مشاكل الاميون كومبليكيشنز اللي هي نسبتها 50% الاي بي او انكومباتيبلتي، فشلون هاي تسبب لي مشكله بالاميون سيستم. فشي صحوا له اتش سي ار. شنو اتش سي ار؟ هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن، هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن. هذا يا اما يكون ايميديت ايرلي او يكون ديليت. اذا كان ايرلي فهو سبب الاي بي او انكومباتيبلتي، هاي خلوها ببالكم. وهسه يعني هاي المعلومه مو تقولون المحاضره بها معلومات هوايه ودوخ وكذا، انا دا اعيد واصقل، زائد انه يعني كل معلومه تنعاد علينا اكثر من مره ان شاء الله، يعني هي بالمحاضره هم تنعاد علينا. فالاتش سي ار بها ايميديت وديلي، الايميديت سببها اي بي او انكومباتيبلتي، والديلي سببها الار اتش موجب وبوزيتيف. يعني اذا صار نقلت من موجب السالب او من سالب الموجب وصار مشكله، فهي ما تظهر لي ايرلي، تظهر لي بعد يومين ثلاثة ايام اسبوع مش يعني هيك. فهاي الاولى. الثانيه شنو؟ اللو اميونايزيشن تو ار سي انتيجينز اذر ذان اي بي او اند ار اتش. احنا مو قلنا نفحص عن انه ريجولار انتيبوديز وخاف اكو انتيبوديز غير الاي بي او والار اتش هي تسبب بها انكومباتيبلتي. فهاي هاي من يعني الكومبليكيشنز اللي تصير هيك هي اميون كومبليكيشنز. ف اللو اميونايزيشن رفض مناعي هيك سبب الانتيجينز موجوده على الار بي سي rather than اي بي او اند ار اتش. طيب النقطه الثالثه شنو؟ النقطه الثالثه يقول لي رياكشنز دو تو انتيجينز وين موجوده؟ يا اما على الوايت بي سي او على البليتليت انتيجينز. يعني اكو انتيجينز ما موجوده على الار بي سي وانما موجوده على الوايت بي سي وعلى البليتليت اللي هي الاف ان اتش تي ار. اللي هو شنو اف ان اتش تي ار؟ هذا فبرايل نن هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن، انا مخلي لكم شو اسمه مالته فوقه المختصر. وبي تي بي اللي هو بوست ترانسفيوجنال باربرا، انا مخليهن بالسمائي كاتب فوقهن امن، ذني نسبه الخطوره بيهن اقل، يعني نسبه المورتاليتي والموربيديتي. طيب عندي ذني اللي بالاحمر ذني خطرات شويه، الليترالي اللي هي ترانسفيوجن ريليتد اكيوت لنج انجري، و تي اي جي في اتش دي اللي هو ترانسفيوجن اسوشيتد جرافت فيرسس هوست ديزيز. جرافت فيرسس هوست ديزيز يعني هذا مرات يدلعوه بس يقولون جرافت فيرسس هوست ديزيز اللي هو ويا الترانسفيوجن. ذني الأربعة خلوهن ببالكم، الـ FNHTR فيبرايل نون هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن راح نحكي عنه، وجماعة تذني كلهن هن شنو؟ سببهن انتيجينز موجودة على الـ وايت بي سي أو على البليتليت، يعني مو على الـ آر بي سي. لطيف. هسه النقطة اللي وراها شنو؟ رياكشنز دو تو بلازما بروتينز انتيبوديز. يعني انتيبوديز وين موجودة؟ على البلازما بروتينز. including هاي تسوي لي urticaria anaphylaxis. طيب هاي الاميون كومبليكيشنز. النون اميون كومبليكيشنز اللي ممكن نشوفها transmission of disease، يعني شخص الدونر بيفد مرض معين، ملاريا توكسوبلازما او اي مرض ثاني، ينقله للريسيبيانت. الشغله الثانيه reaction due to bacterial pyogenes bacteria يعني contamination. الشغله الثالثه circulatory overload. طبعا ذني راح اغلبهن انا قلت لكم هذا السلايد هو الارتكاز مالتنا بالمحاضره، لانه الامراض اللي مذكوره بيه راح نجي نفصلها مو كلها وانما المهمات من عندها. فهذا سيركوليتري اوفرلود من ضمن الاشياء اللي راح نحكي عنها، اللي هو اني شخص استلم دم زياده فالقلب مالته يتعب ويصير عنده مشاكل. الاير امبولزم، الاير امبولزم هاي هواء يدخل ويا اثناء يعني من الممرض يشكل مال بطل الدم للوريد، الممرض ما يفرغ الصون دم من الهواء، فهواء يدخل داخل الاير، يدخل داخل الفينز فيصير عندي اير امبولزم.
وهاي يعني نون اميون كومبليكيشن، وهي يعني ما لها علاقه بالجهاز المناعي، وهي كومبليكيشن. هيموسيدوراسيس، الهيموسيدوراسيس هي ايرون اوفرلود، اللي هو شخص يستلم دم هوايه فيتكوم بجسمه حديد، بس عنده مشاكل. ماسيف ترانسفيوجن كومبليكيشنز وثرومبوفليبايتس. هسه نجي الى ايرلي، هسه يعني هاي حكينا قلنا هذا الارتكاز مالتنا، وحكينا عن الامراض اللي راح نجي عنها. نرجع للتصنيف مالتنا، الايرلي ترانسفيوجن كومبليكيشن بي ايرلي اميون ترانسفيوجن كومبليكيشن، اللي هو كلش هواي راح نحكي عنه، ووراء البقيات ايرلي نن اميون، انهم نجي ديليت اميون وديليت نن اميون، كل وحده فت 5 دقائق هيجي نكملها ان شاء الله سهلات. فالايرلي اميون هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن بيها ايرلي اميون ترانسفيوجن رياكشن، ايرلي اميون هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن، ميجر هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن، نفسيتي يرمزوا له اتش تي ار. هذا شنو؟ هذا سببه هو اذا ايرلي 24 ساعه اللي هو ضمن الصنف اللي هسه راح نحكي عنه، سببه اي بي او انكومباتيبلتي. اذا ديليت شويه راح نحكي عنه، اللي هو سببه يكون ار اتش انكومباتيبلتي. فهذا الايرلي ريزلت قلنا اي بي او انكومباتيبلتي، فشوفوا يقول لي ريزلت فروم رياكشن اوف ناتشرال انتي بوديز ان بيشنت سيرم against red blood cells ABO antigen on donor blood، يعني سبب antibodies ويا بالrecipient ويا antigen بالdonor بالcells مال الdonor. زين راح يصير عندي antigen antibody reaction، اي antigen antibody reaction داخل الجسم مالتي داخل المجرى الدموي ال blood vessels قبل ذني، اول ما يشوفهن الكومبلمنت سيستم اللي هو جزء من الجهاز المناعي قبل يكيف يجي يرتبط بهن، فكومبلمنت فيكسيشن، انا عندي انتيجين وانتيبودي مرتبط يجي يرتبط وياهن الكومبلمنت سيستم، فكومبلمنت فيكسيشن. وهنا شنو راح يصير؟ انترا فاسكولار رياكشن، انتيجين وانتيبودي ويا كومبلمنت سيستم وين؟ داخل الفيزل، انترا فاسكولار رياكشن. طيب هنا الار بي سي ايش راح يصير بيها؟ اللي عليها الانتيجين راح تتحلل، فمن تتحلل المحتويات مالتها تتفل يعني تتفلش تتطشر تتطشر داخل الفيزل. فيقول له the release of donor RBC contains، فالمحتويات مال ال RBC تتطشر بالفيزل، فهاي من تتطشر بالفيزل تسوي لي anaphylactic reaction، يعني خلينا نقول anaphylactic shock، توصلني حتى توصلني الى anaphylactic shock with or without disseminated intravascular coagulopathy. هي اول شيء anaphylactic reaction هاي حي على الصلاه 100% يعني هي تصير، اوكي؟ فالشغله يعني لابد منها. ممكن يصير وياها دي اي سي اللي هو disseminated intravascular coagulopathy، وممكن يصير وياها multiple organ failure كذلك تؤدي الى الوفاه patient death. طيب قبل لا نجي للكلينيكال فيتشر خلي اشرح هاي، خلي اسميها الباثوجينيسيس مالتها على الصوره حتى تصير واضحه شويه. انا عندي من الار بي سي اللي استلمتها من الدونر شو جاني؟ اكو انتيجين، هذا فرضا الانتيجين، ومن السيرم مال الريسيبينت شنو؟ انتيبودي، فصار انتيجين انتيبودي رياكشن، اوكي؟ ذن الانتيجين انتيبودي رياكشن اول ما تفاعلن منو اجوا وياهن؟ اجوا وياهن الكومبلمنت سيستم. طيب كومبلمنت سيستم بيدوخه، واحنا هسه ما ندرس اميونيتي فدا ندرس بلاد، فيعني شغله سهله الي والكم خليها ببالنا. ما ادري اذا دكتور يعني هذا الكلام احنا مطالبين به او لا، بس هي شرحته اللي هو شنو؟ ايش راح يصير عندي؟ من يعني الكومبلمنت سيستم شلون راح يشتغل؟ لانه من ارتباط انتيجين وانتي بودي وجا وياهن الكومبلمنت سيستم، الكومبلمنت سيستم هو راح يحفز الجهاز المناعي ويسبب لي مشاكل. الاولى يعني جزء من الكومبلمنت سيستم اللي هن سي 3 اي وسي 5 اي، ذن يصحوا لهن انفيلوتوكسينز، ذن يروح للماس سيل خلن الماس سيل هن مو انفيلوتوكسين يسوي لي انفلكتيك شوك. انفلكتيك شوك يعني انتم تعرفوها سببها الهستامين، ف تروح يروح للماس سيل يسبب لي ريليز اوف هستامين. هذا الهستامين شنو راح يسوي لي؟ يسوي لي فازو دايليشن، يسوي لي هايبوتنشن، وبالنهايه يسوي لي شوك. لطيف، هاي من جهه.
من الجهة الثانية احنا غسل ما راح نفصل بيه كله، بس ناخذ الكلام اللي يفيدنا من عندنا، يفيدنا من عنده. هسه هاي سي 3 اي وسي 5 اي. طيب عندي هذا اللي مخلي جوا خط احمر اللي هو سي 5 بي، هذا سي 5 بي ايش راح يسوي لي؟ راح يسبب لي ار بي سي لايسيس، يعني هيمولايسيس، كريات الدم الحمر تتحلل. طيب اذا تحللت كريات الدم الحمر شو يصير؟ ريليز اتس كونتنت، حكيناها بالشرح، راح محتوياتها اميون ميديتد هيمولايسيس. طيب محتوياتها يعني ايرتنت بالجسم، الجسم ما متعود او ما متكيف انه المحتويات مال الار بي سي تكون هيك مطشره بالدم، يدر بها داخل الار بي سي، فهاي راح تاذي الجسم محتويات الار بي سي. فشلون راح تاذي الار بي سي؟ جزء من عندها يروح يسوي يعني للليفر وللكدني، بالكدني يسبب لي اكيوت كدني فيلر او اكيوت رينال فيلر، وجزء بالليفر. بالليفر شو يسوون؟ يعني مشاكل الليفر، اول شيء يعني الوظائف مال الليفر تصير بها مشكله تنفقد. الاشياء اللي هي كاردينال ساينز، علامات مهمه، شنو؟ اول شيء البلورابين يصعد، هاي حلو. الشغله الثانيه الال دي اتش يصعد. الشغله الثالثه الهيماتوكريت هابتوغلوبين ينزل. شنو هذا الهابتوغلوبين؟ هيماتوكريت هابتوغلوبين هذا شغلته انه اذا طلع الهيموغلوبين من الار بي سي، هو الهيموغلوبين كلش ارتنت، كلش يعني مؤذي للجسم، فهذا يرتبط بالهيموغلوبين على مود يخلي الهيموغلوبين يعني مو مؤذي، فهذا راح ينزل مستواه. ليش ينزل مستواه؟ لانه ارتبط بالهيموغلوبين اللي اطشر من الار بي سي، فالهابتوغلوبين مستواه يقل. عندي هسه الجزء راح نسون اكيوت رينال فيلر وسون مشاكل الليفر، لان بيلوروبين وال دي اتش لاكتيت دي هيدروجينيز انزيم يصعد والهيماتوكريت هابتوغلوبين ينزل. هسه نجي المن للجزء الثاني من هاي المحتويات اللي هن راح يسوي لي سايتوكين ستورم، اميون ميديتد هيمولايسيس، يسوي لي تيومر نيكروسيس فاكتور الفا سايتوكين ستورم. طبعا هاي مال تيومر نيكروسيس فاكتور الفا وجماعته، يعني حتى نحفظهن لازم نسويهن فد ملخص او كذا حتى ما ننتهيهن. فالتيومر نيكروسيس فاكتور من ضمن يعني السايتوكينز اللي هي تكون برو انفلاماتوري، يعني هذا كم ملخص انا مسويه فموجود بالقناة حتى منتهي. هذا تيومر نيكروسيس فاكتور هو برو انفلاماتوري سايتوكين، فهنا من راح هو يتحفز وينفرز وكذا صار عندي سايتوكين ستور. هسه نرجع للكلام مالتنا اللي هو هاي ايرلي اميون هيمولوتيك، عرفنا الباثوجينيسيس مالتها شلون صارت هاي بالكلام وبالصور. نجي للكلينيكال فيتشر. الكلينيكال فيتشر occur within few drops to few millimeter of transfused blood up to few hours post transfusion. هي early فيعني مباشرة تصير. clinical feature شوفوا، أول شيء تبدي من أعراض بسيطة إلى أعراض يعني كبيرة كلش. discomfort ما مرتاح، irritability، urticaria اللي هي بقع جلدية، lumbar pain، flushing احمرار. طبعا lumbar pain هي صفة مميزة للأيرلي إميون هيمولوتيك ترانسفيوجن رياكشن اللي سببها أي بي أون كومباتيبلتي. هسه راح نجي أكو فد أمراض تسببها بس ماكو لمبار بين، فهنا لمبار بين ويا الأيرلي إميون هيمولوتيك ترانسفيوجن رياكشن أبو الأي بي أون كومباتيبلتي. ففلاشينج، شورتنس أوف بريث، فوميتينج، رايجر، هايبوتنشن، رينال تيوبولار نيكروسيس، أوليجوريا، هاي أكو علامات أشوفها يعني ديسكومفورت، إراتيبلتي، ارتكاري اشوفها على البيشنت قدامي، واكو اذا اسوي انفستيجيشن القاها مثل هايبوتنشن، اذا افحص الضغط راح القاه عنده هايبوتنشن او رينال تيوبولار نيكروسيس. هاي يعني الا انفستيجيشنز يلا اشوف يلا اعرفها، بس الديسكومفورت ارتابيلتي ارتكاري لمبار بين هاي يعني شوف البيشنت قدامي ده يتالم وما مرتاح. طيب طبعا اكو شغله يعني هاي هم مميزه، هسه قلنا لمبار بين صفه مميزه لازم ما نغفل عنها. شغلة ثانية أنا كاتبها بخط الجميل بس هاي كنت مستعجل وكتبتها، اللي هي شنو؟ يصير عندهم ذولا هيموغلوبينيميا هيموغلوبينيوريا. شنو هاي؟
طبعا كلامي مو من عندي وانما من كلام الدكتوره وكلام المحاضره للسيدات اللي راح تجي. فذولا يساعدهم هيموغلوبينيميا وهيموغلوبين يوريا. ليش يابه؟ يقول لي ذولا الار بي سي تفلشت داخل الفيزلز. الار بي سي شنو بيها؟ بيها هيموغلوبين. هذا الهيموغلوبين طشر فراح يروح بالانترافاسكولار فيصعد مستوى يصعد مستوى الهيموغلوبين بالدم فهيموغلوبينيمي. طيب هذا من يروح يفتر بالسيركوليشن يوصل للكلية عمتنا الكدني. الكدني طلع ويا الادرار فيصير هيموغلوبين يوريا. هاي اهم صفة مميزة لانه هذا التفاعل مالته او هذا الرياكشن والهيمولايسز صار وين؟ انترافاسكولار. طيب هسه نجي احنا شنو راح نسوي ويا هذا البيشنت؟ اول شيء ستوب بلاد ترانسفيوجن اند جيف بروبر انتي الرجيك ميديكيشن. وقفت نقل الدم وانطيته انتي الرجيك ميديكيشنز اللي هو هيدروكورتيزول على مود هذا يثبط الجهاز المناعي. ثاني شغله ايش راح اسوي؟ راح اجي اتشيك البلاد جروب مال البيشنت ومال الدونيتد بلاد. خاف خطان اشوف ادور عن الخطا مالتي وين. ف ري تشيكينج فور بلاد جروب of the patient and donated the blood. زين اعيد الكروس ماتشنج ريبيت ذا كروس ماتش. وهمين اسوي دايركت كوم تيست اون بوست ترانسفيوجن سامبل. يعني عد الكروس ماتش دم من البيشنت ودم من من البوينت مال بطل الدم البوينت مال الدم. فسويت كروس ماتشنج وهمين دايركت كوم تيست. هنا الدايركت كوم تيست مثل ما عرفنا بالمحاضره الثانيه هو من يصير انتي جين انتي بودي رياكشن. الانتي بودي هو اي جي جي. فاذا سبب اي جي جي او فد مشكله ثانيه يعني خاف اكو تفاعل انتي جين انتي بودي انا ما شفته بعيني ما شفته بالكروس ماتشنج اشوفه بالدايركت كوم تيست. طيب اللي هو يعني هنا يعني ان شاء الله اللي اريد اقولها هنا راح نستخدم دايركت مو اندايركت لانه الدايركت صار تفاعل واريد اشوف هذا التفاعل صاير لو ما صاير او اتاكد من حدوث هذا التفاعل. اوكي الاندايركت لا ذاك قضيته تختلف. النقطه اللي وراها تشيك ذا بلازما اند يورين سامبل فور فري هيموغلوبين. اشوف انه عنده هيموغلوبينيميا عنده هيموغلوبين يوريا لو لا. شوفوا هاي اللي حكيتها هنا قلت لكم من المحاضرة انا ما اطلع عن المحاضرة مرات هيك بسيطة اطلع. المهم تشيك ذا بلازما اند يورين سامبل فور فري هيموغلوبين. هاي انا كاتب عليها نقطة التفريق بين الار اتش والاي بي او. هنا عندي هيموغلوبينيميا وعندي هيموغلوبين يوريا. طيب تشيك فور اني مسليبلينج اور كليرشال ايرور ان ذا هاندلينج اوف دونر اور ريسيبينت بلاد سامبل فور كروس ماتشنج. خاف انه على البطل الدم بدل ما هم كاتبين اي كاتبين بي خاف على يعني هيك مشاكل مال ليبرنج. وها هاي الايميديت ميجرز. هسه هاي الصوره عرفناها هاي بالبلاد فيلم انه بالبلاد فيلم انا لازم القى بالنورمال هيلثي بلاد لازم القى النيوتروفيل والليمفوسايت. هاي النيوتروفيل هاي اللارج ليمفوسايت هاي النيوتروفيل هاي بليتليت هاي البقية ار بي سيز هاي ايوزينوفيل. المهم البلاد فيلم الدكتورة شرحت عليه بس اي ثينك اتس نوت فيري فيري بينيفيشال ومو كلش واضح حتى اذا شرحها. ف هسه نجي المن الى النقطة الثانية. هسه احنا بدنا ناخذ ايرلي واميون. اول وحدة واهم وحدة الايرلي واميون كانت اتش تي ار هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن سبب الاي بي او انكومباتيبلتي. ثاني واحده منهم ايرلي واميون اللي هو فبراير نن هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن. نرجع للسايد مالتنا ولو صارت كل ساعه راجعين بس نرجع للسايد مالتنا اللي قلنا عليه المرتكز. ها وينه هذا السايد اللي قلنا عليه المرتكز هذا ثواني سوري تيهت بالسايدات. يلا هنا قلنا قسمنا الاميون كومبليكيشنز. هنا الاتش تي ار كان اميون كومبليكيشن اللي سببه قلنا ايميديت او ديلي يا اما بسبب الاي بي او كومباتيبلتي او الارتش. هسه المثال الثاني اللي راح نحكيه هو نفس كتاب النقطه الثالثه اللي هو سببه انتي جينز موجوده على الوايت بي سي وعلى البليتلت.
لطيف. شنو اسمه هذا اللي راح ناخذه هسه؟ اسمه فيبرايل نون هيموليتيك ترانسفيوجن ريكشن الاف ان اتش تي ار. هذا قلنا يعني شويه سيف، مو كلش امن، مو كلش ليثر. ف this is the most common complication and has good prognosis، يعني شويه امن وهو common complication. Caused by sensitization to antigens. وين هاي الموجودة الانتيجينز؟ على اليوكوسايت وعلى البليتليت، وكذلك حتى على البلازما بروتينز in patient with multiple pregnancy, a previous transfusion or organ transplantation. يعني هاي الكومبليكيشن تصير ويا دول، ويا هاي الفئات اللي الخاصة، خلي اسميها حتى مو كل ساعيد اسمائها، الفئات الخاصة هاي سببها انتيجينز موجودة على اليوكوسايت بليتليت وبلازما بروتينز. طيب قبل لا اجي للكلينيكال فيتشر، اكو فد شغله يعني انا احب ارتب اولويات المعلومات. اذا هي موجوده على اليوكوسايت، على البليتليت، على البلازما بروتينز، خصوصا على الكريات الدم البيض الوايت بي سي، هاي شنو يعني شلون اقدر اتخلص من عندها؟ اكو فد طريقه وقائيه اللي هي شنو؟ باخر سطر كاتبها اليوكوسايت فلتر اند يوز اوف فولت ار بي سي ان ذا is the best to avoid the reaction. هاي من اسوي فلتريشن اخذ بس الار بي سي، الوايت بي سي ما اخذها، اسوي فد فلتر شلون اي فلتر مصفي كذا. هنا اخذ الار بي سي، الار بي سي حجمها صغير فتعبر من هذا الفلتر مالتي، واليوكوسايت حجمها كبير ما تعبر، فاخذ بس الار بي سي، الوايت بي سي اليوكوسايت ما اخذها، فبالتالي هاي الانتيجينز كلها ما اخذها، فتكون هاي وقاية جيدة جدا. فالكلينيكال فيتشر مالتهم شنو يصير؟ هو فيبرايل. فيبرايل يعني شنو؟ يعني فيفا فبايراكسية. كذلك يصير عندهم ارتكارية، هي بقع جلدية رايقر ودسنية. اميديت ميجر شنو اسوي وياهم؟ ستوب بلاد ترانسفيوجن، تشيك فور بوسيبلتي اوف مس ماتشد بلاد، خاف يعني البلاد انا مخربط بيه، mismatched هذا الدم مو مالته او كذا. give antibiotic، هو مو فيبرايل والمشكله عندي صاير فيفر، فاعطي antibiotic اللي هو باراسيتول كلش. ها هي يعني هي good prognosis، مو شغله خاطره هاي اف ان اتش دي ار. نجي المن transfusion related acute lung injury، صح لها ترالي. هاي الترالي هاي يعني خطره وبس نادره، الحمد لله. يعني شوفوا الاشياء النادره تصير، الاشياء الخطره تكون نادره اوكي، والاشياء الشائعه تكون يعني بسيطة. فهذا الترالي يكون rare event associated with شنو؟ acute respiratory distress، خلي أسمي لها اسم يعني أدق علميا، اللي هو شنو؟ non cardiogenic pulmonary edema. يصير عندي acute respiratory distress non cardiogenic pulmonary edema. خلي نقرأ ونجي نوضح شنو يعني non cardiogenic pulmonary edema. يقول لي شنو هذا؟ a leading cause of mortality due to adverse reactions to transfusion. It develops during or within 6 hours of transfusion. هو early. Donor antibodies directed toward human leukocyte antigen HeLa or human neutrophil antigens HeNa have been implicated. هنا bind antigens expressed on pulmonary endothelial cells to initiate acute inflammation. هاي اللي يعني المعروف اللي المفروض نعرفها، راح يسوي antigen antibody reaction ويسوي لي هاي اللي يتكون، راح يسبب لي acute inflammation in the lung causing شنو؟ non cardiogenic pulmonary edema. شنو هاي non cardiogenic pulmonary edema؟ أنا عندي كل ما اشوف بالمنر ادمه، هسه روحوا للطوارئ، روحوا لاي طابق ببالمنر ادمه بالمستشفى، البالمنر ادمه اللي تلقوها سببها هارت فيلر اغلب الاسباب، لكن هاي سببها بلاد ترانسفيوجن نان كارديوجينيك بالمنر ادمه. انفلاميشن دمر لي التشوز مال اللانك، فصار تكومت هنا السوائل وصار عندي بالمنر ادمه اوكي. فنن كارديوجينيك بالمونر اوديما، شنو تفرق عن البالمونر اوديما اللي هي كارديوجينيك اللي سببها الهارت فيلر او سببها مشكله بالقلب؟ ذيك السيركيليشن الدوره الدمويه تجي من اللانك تروح للهارت، الهارت بفيلر ما يقدر يتقلص بشكل صحيح، ف
فيرتفع الضغط والدم ما يدخل للقلب، فالدم يبقى يعني باللانك، وتبقى سوائل باللانك، فتصير عندي بالمنه اودمه، لانه ما تقدر تروح للقلب، القلب بهارت فيلر. هنا القلب كل شيء ما بيه، لكن هي تكومت بها سوائل لانه هي بها مشكله. اوكي، هي الانسجه مالتها صار بها انفلاميشن، كميه السوائل والضغط مال الدم كل الباقي طبيعي، فهي المشكله باللانك، فهو نن كارديوجينيك بالمنر ادمي. طيب كلينيكال فيتشر، شنو الكلينيكال فيتشر مالتها؟ ديسنيه، هي مال لانك ديسنيه، هايبوكسيميا اللي هايبوكسيا راح الاوتو ساتوريشن ينزل عن 90%، لو بلاد بريشر هنا الضغط راح ينزل، فيفر. طيب هو نن كارديوجينيك بالمنر ادمي، شنو راح اعالجه؟ قلت لكم هذا شويه خطر، فالعلاج مالته سبورتيف، سبورشن لا اكثر ولا اقل، سبورت تريتمنت، فانطي اوتو، انطي اي في فلويد. شوفوا انطي اني اي في فلويد، ابو البالمنر ادمي ما اقدر انطي اي في فلويد، لان هو عنده فلويد اوفرلود، هو كميه الفلويد عنده زايده. هنا لا، انا انطي فلويد وانطي اوتو، انطي كورتيكوستيرويدز على مود الجهاز المناعي، لان هذا اميون، اقل يعني اقلل من حده وقوه الجهاز المناعي. وشنو بعد؟ دايورتيك شود بي افويدد، ما استخدم دايورتيك، لانه الدايورتيك استخدمها ويا الكارديوجينيك بالمنر اوديمي على مود تقلل لي السوائل. هاي اول شيء نن كارديوجينيك، ثاني شيء اني هنا ما عندي سوائل هواي، اصلا انا ضفت سوائل، انا ضفت اي في فلويد، انا محتاج السوائل، فما استخدم الدايورتيك ابدا، ويا من؟ ويا الترالي. هسه راح نجي على فت شغله ثانيه نستخدم بها الدايورتيك. اليوم كلامنا طويل. ايرلي نن اميون، هسه كملنا ايرلي اميون اللي هي الطويله والمزعجه، هسه الايرلي نن اميون ترانسفيوجن رياكشن اللي هي سلايد واحد وكل سهله وبسيطه وجميله. هاي ممكن تجي تعداد. فالاول شيء فيبرايل يعني فيها فيبرايل ترانسفيوجن رياكشن فروم بكتيريال كونتامينيشن، حتى لو تحفظون بس كلمه كونتامينيشن يعني كلش ممتاز، صار عندي بكتيريال كونتامينيشن. ثانيه شنو؟ عفوها الثانية نخليها بالأخير حتى نشرحها، الالكترولايت ديستربنسز، صعدهم خربطة بالالكترولايت. شنو هاي الخربطة؟ صعدهم هايبركاليميا وهايبوكالسيميا، البوتاسيوم يفول والكالسيوم ينزل. ليش البوتاسيوم يفول؟ ليش الكالسيوم ينزل؟ البوتاسيوم يفول الار بي سي بالطبيعي، هسه انا بجسمي او اي خلية بيها البوتاسيوم بتركيز اعلى داخل الخليه والصوديوم بتركيز اعلى خارج الخليه. فاحنا مسوينها انا وياكم، يعني اللي متابع شروحاتي بشكل مستمر مرتبين ذني بشكل نوكيا. نوكيا شنو؟ اللي هو الان يعني صوديوم فورا او، فيعني الصوديوم يكون اوتسايد ذا سيل، والبوتاسيوم هذا ورا اي فيكون انسايد ذا سيل. وهذا اني شنو يحتاجن؟ اي تي بي، وراهن اي نوكيا، فيحتاج اي تي بي. هنا البوتاسيوم هو داخل السيل، السيل من سحبت الدم من الدونر وخليته بالثلاجه، بعد هاي الخليه الار بي سي منين يجيها جلوكوز؟ منين تجيها طاقه؟ منين يجيها اي تي بي؟ الاي تي بي بس راح تعتمد بس على اللي مخزون بيها، هذا اللي مخزون بيها شويه شويه يقل، فالاي تي بي تقل. من الاي تي بي تقل شنو؟ البوتاسيوم هو مو انسايد ذا سيل، راح يروح اوتسايد ذا سيل. فمن يروح اوتسايد ذا سيل وانا انقل الدم للريسيبينت، الريسيبينت البوتاسيوم صاير بالبلازما مو داخل الار بي سي، ف يعني يصير عنده هايبركاليميا، ترتفع نسبه البوتاسيوم. عرفنا شنو سببها؟ فروم ستورد بلاد. هايبوكالسيميا، الهايبوكالسيميا هاي شنو سببها؟ هاي سببها احنا اللي دا نشتغل بمصرف الدم. هاي احنا من دا نشتغل، احنا نستخدم الانتيكواجيلات اللي نستخدمه الصوديوم سترايت. هذا الصوديوم سترايت شنو يسوي لي؟ يروح يرتبط بالكالسيوم، من يرتبط بالكالسيوم يعني راح يقل مستوى الكالسيوم بالدم. اوكي، هو لان هذا الكالسيوم صار مو فري كالسيوم، صار بايند كالسيوم، ارتبط ويا السترايت، فصار عندي هايبوكالسيميا وصار عندي ايضا هايبركاليميا.
يصعدهم بليدنج تندنسي. ليش يصعدهم بليدنج تندنسي ذولا ايرلي نانم يونت ترانسفيوجن رياكشن؟ ليش يصعدهم بليدنج؟ لانه الدم اللي انا اقلل لهم اياه هو المفروض ب بليتلت هي تساعد بالعملية التخثر وتحميني من النزيف بليدنج وكذا. هاي البليتلت تعيش 5 أيام 6 أيام 7 أيام، هي مدتها اعتقد اقصى شيء كاتبين 10 أيام. المهم هي فترة حياتها قليلة. اوكي، فأني اذا بقيت الدم بالثلاجة وما تبغى يعني ما انطيت ما نقلت البيشنت لمدة شهر او لمدة 20 يوم، البليتلت يعني راح تموت خلاص عمرها. فبالتالي جيت انا انقلت له دم ما بي بليتلت بس ار بي سيز، فهناش عنده بليدنج تندنسي دو تو ماسيف ترانسفيوجن اوف ستارت هول بلاد كونتيننج لو بليتلت. الامبوليزم اللي هي قلنا من يعني رجع ذاك السلايد الارتكاز، قلنا اكو الامبوليزم اير امبوليزم سببها الممرض لما يشكل صنده ما يفرغها من الهواء، فاير امبوليزم. نجي المن للتاكو، مو يذكركم بالتاتو؟ المهم غلسوا هاي تاكو، قلنا تشبه التاتو في شفت يعني ان شاء الله نستخدمها حتى نحفظ. هي تسبب لي كارديوجينيك بالمنر ادمه، فهاي واني دا اشرح جت ببالي ممكن تخلينا نساعد نحفظ. والتاتو مو الا هذا مال الحواجب، اي وشم هو تاتو. فواحد ليش يصير يسوي وشم؟ حتى يصير جميل اكثر، حتى ياسر قلوب الاخرين. فشنو ياسر القلوب؟ ياسر المنو القلوب، فهي كارديوجينيك تسبب لي يعني كارديوجينيك بالمنر ادمه. ليش كانت تسبب لي نان كارديوجينيك بالمنر ادمه؟ هاي التاكو سبب لي كارديوجينيك بالمنري ادمه، ترانسفيوجن اسوشيتد سيركيوليتري اوفرلود. فموستلي اكرز ان اكستريمز اوف لايف، تصير بالعاده باللي اطفال كلش انفانسي ايرلي تشايلد هود وبالالدرلي اللي هي اكستريمز. اكمان ترانسفيوجن رياكشن ان ويتش بالمنري ادمه ديفلوبس برايمرلي تو دو، شنو سببها؟ فوليوم اكسس اور سيركيوليتري اوفرلود، ضفت له دم هوايه قلبه ما يتحمل هذا الدم اللي انضاف. It's the leading cause of transfusion-related death and major morbidity in USA UK. يعني هاي مشكلة هاي. أوكي. تاكو. Clinical feature هو cardiogenic pulmonary edema. في يعني مال pulmonary edema. Dyspnea, arthropenia, chest tightness, cyanosis, cough, tachycardia, hypertension. أعراض مال pulmonary edema. شلون أتعامل ويا هذا؟ هذا اول شيء استوبت ترانسفيوجن ايميديتلي، وقفت الترانسفيوجن، وراها سويت بليت ذا بيشنت ان ابرايت بوزيشن، قعدته حتى ما يختنق، انطيه اكسجين. شنو انطيه؟ باع باع باع، انطيه دايوريتك ويا الليترالي ترانسفيوجن ترانسفيوجن ريليتد اكيوت لانج انجري. كنت ما انطي دايوريتك، بينما هنا انطي دايوريتك. هاي دايوريتك شود بي افويدد، هنا شنو؟ هنا لا، الآن لازم أنطي دايوريتك. طيب ف دايوريتك and other cardiac failure therapy. الكترولايت ديستربنس حكيناها، وبليدنج تندنسي والإمبوليزم أيضا حكيناها. ها هي ذني الإير لأن الإميون ترانسفيوجن ريكشن حفظ يعني كتعداد حفظ، والتاكو عرفناه هو هذا اللي يريد يأسر القلوب، فهي كارديوجينيك بالمنري أدمة. Delayed transfusion complications. هسه نجي للديليت. الديليت ديليت immune transfusion reaction وديليت non immune. هاي الديليت immune هي سلايدين يعني، والنن ديليت non immune سلايد واحد ونخلص. ها هي ما عندنا شيء. الاميون هيموليتك انيميا. Delayed immune transfusion complication. تذكرون من حكينا عن ال HTR اول وحدة ال ABON compatibility، قلنا هاي اذا صارت بأول يوم هاي سببها الـ ABON compatibility، إذا صارت delayed تأخرت هاي سببها الـ RH. هسه هي هاي نفسيتها هنا سماها immune hemolytic anemia. أوكي، أو يسميها هسه راح نجي أتناشرح يسميها DHTR يعني delayed. هاي the definition of DHTR يعني delayed hemolytic transfusion reaction. هذا يعني سببه مالته
يا اما الار احنا قلنا ار اتش، هسه احنا هنا دا نتعمق بالموضوع، فمو بس ار اتش بالحقيقه، هو ار اتش كيت دافي كيرل امانه سيستم، هذني اللي معددين بالاخير. which is preceded by long time previous sensitization. طيب هسه هاي الاسباب مالتهن عرفناها، نجي للبدايه اللي هي التعريف مالته definition include. شلون اعرف انه هذا يعني دي اس سي ار ديليت هيمولايتيك ترانسفيوجن ريكشن، او اسميه هيمول اميون هيمولايتيك انيميا، هذا بي بوزيتيف دايركت انتي جلوبيولي انتي هيومن جلوبيولين تيست، يعني دايركت كوم تيست، هذا يكون بوزيتيف خلال 24 ساعه الى 48 ساعه. ليش صار بوزيتيف؟ لان انا صار عندي انتي بودي انتيجين انتي بودي ريكشن، فهذا الرياكشن من اشوفه بالكوم تيست دايركت راح يعني يكون واضح. After transfusion with a newly identified low antibody in the plasma or serum evidence. هذا يعني هذا الكلام الفوق اللي هو يعني الجزء الاول. شغله ثانيه ساعدهم هيموليسيس، بس هذول الهيموليسيس مالتهم يكون اكسترا فاسكولار مو انترا فاسكولار، يعني الهيموليسيس مو داخل الفيزلز، وانما هسه ناخذ بالرسم بالسبلين هنا. هيموليسيس يعني تكسر الدم، يوجوالي كوز باي ريجولار انتي بودي، الذني اللي حكيناه الار اتش والكيد والدفي والكل والام ان اس سيستم. طيب هذول كلينيكالي موست كيسز هم ديليت، ف تظهر خلال 7 الى 10 ايام اوف بوست ترانسفيوجن، بعد ما نقل دم 7 الى 10 ايام. ذا ايفيدنس اوف هيموليسيس انكلود ان شنو شلون يعني انا متاكد انه هذا صار عنده هيموليسيس، شنو الادله؟ اول شيء ان ادكويت رايز ان هيموجلوبين افتر ترانسفيوجن، رابيد دروب ان هيموجلوبين تو ذا بري ترانسفيوجن ليفل، ذني مفهوم نقطتين بمفهوم واحد. شنو هاي؟ انا كل بطل دم انقله لازم يصعد الهيموجلوبين درجتين ليفلين هنا. انطي بطل انطيته بطلين دم مثلا، المفروض يصعدن اربع درجات، هو صعدت عنده درجه ونص، صعدت عنده درجتين ونص هيجي، ما صعدت اربع درجات. او انطيته بطل دم واحد المفروض تصعد درجتين الهيموغلوبين، صعد نص درجه، هاي ان ادكويت رايز ان هيموغلوبين افتر ترانسفيوجن. بعد شنو؟ لان ليش هيجي؟ لان عنده هيموليسيس. وراها رابد دروب ان هيموغلوبين تو ذا بري ترانسفيوجن ليفل، مو صعد هو، صعد بشكل انادكويت مو مناسب، وهمين ورا فتره بسيطه رجع يعني مثل قبل ما يستلم دم، وكانما ما مستلم دم، رجع الهيموغلوبين نسبته القديمه. فهذا يعني دليل على انه هو شنو ديليت اتش تي ار. بعد وياها فد ادله appearance of spherocyte on peripheral blood smear examination. spherocyte يعني هاي الار بي سي اللي تيجي من الدونر للريسيبينت، اول ما تدخل بدم الريسيبينت تنكمش ويظهر لها فد شكل خاص يسموه spherocyte. and or biochemical evidence of hemolysis. القى وياهم القى عندهم فد يعني شغله مميزه همين جوندس. الجوندس سببها انه هذا اكسترا فاسكولار هيموليسيس، اذا يروح للسبلين، وبالسبلين الكريات الدم الحمراء دا تتكسر، فهاي من دا تتكسر تنطيني بلوروبين بلوروبين بلوروبين، فيصير عنده جوندس. انكريز ريتيكولوسايت كاونت، شنو هي ريتيكولوسايت؟ ريتيكولوسايت هي كريات الدم الحمر اول ما تتكون، اول ما يعني تتكون قبل لا تفقد النواة مالتها وما ادري شنو يسموها ريتيكولوسايت. خلينا نشوفها بالرسم حتى تصير واضحه. شوفوا هسه هذا الار بي سي، هاي ريتيكولوسايت وهاي طبيعيه، شوفوا هاي وهاي ايضا تكون ريتيكولوسايت اللي هي اماتشور ار بي سي. ليش هنا دا تظهر عند الاماتشور ار بي سي اللي هي ريتيكولوسايت ودا يزداد عددها؟ لانه صار عندي هيموليسيس، صار عندي نقص شديد بكميه الار بي سي، فنخاع العظم شو يسوي؟ يقوم يطلع الار بي سي بدون ما يتانيهن يفقدن النواة ويوصلن الماتورتي، وهن اماتور يشمرهن بالسيركوليشن. ف
يصير ريتيكولوسايت عددهم ضمن الاماتور يزيد بالدم، لانه اني دا افقد ار بي سي بالهيموليسيس. بوزيتيف كوم تيست هاي قلناها ويا بدايه التعريف، دايركت انتي هيومن جلوبيولين تيست يصير يعني بوزيتيف، وهيستوري اوف بلاد ترانسفيوجن من اجاني للطوارئ للمستشفى، يعني اقول له انت مستلم دمي، او هو مباشره يقول لي يابا انا استلمت دم قبل اسبوع وهسه صار عندي هيك مشاكل، صار عندي جونديس، صار عندي يعني مشاكل فاعرفه. طيب usually this type of complication have benign course and require no treatment. بالعاده يعني هو بناين مو 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 خطر، لكن هل هو دائما هيك بناين ومو خطر؟ لا. however مرات ينطيني life threatening hemolysis with severe anemia. صار الهيموليسيس كلش قوي ويا severe anemia renal failure، ناخذ لون renal failure and even death may occur، حتى ممكن يكون قاتل. فهو بالعاده يكون بناين بس ممكن يصير عنده severe complications anemia renal failure وdeath. سبيشال اتنشن، هذا ويا الشخص اللي مره استلم دم عمليه كذا، يعني ما يعني القضيه مو كلش تجلب اهتمامي، لكن سبيشال اتنشن شود جيفن تو من هم ذول الحالات الخاصه كرونيكال ترانسفيوز بيشنت اللي هم سيكل سيل ديزيز ثلاسيميا، ذول المالتيبل ترانسفيوز دائما يستلمون دم. باي تشوزنج بلاد ذول لازم اختار لهم بلاد which is matching that of them at least for ABORH. ال RH بكل الانتيجينز مالتها D وال C capital وال C small E capital E small والكل انتيجينز. اذا تذكرون باول سلايد قلنا انه هاي الريجولار انتيبوديز نشيك هذول الفئات الخاصه، فذولا اشيك لهم الانتيبوديز حتى ما يصير عندهم ديلايد هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن. طيب هنا شوفوا هاي يروح لل يعني هذا اكسترا فاسكولار هيموليسيس الاي جي جي اللي هو بسبب الار اتش انكومباتيبلتي او بقيه الانتيبوديز راح يسبب لي اكسترا فاسكولار هيموليسيس بالسبلين. هاي شكلهن يعني مو يمها. هسه نجي المن الى شغله ثانيه ايرلي عفوا ديليت واميون، ديليت واميون transfusion associated graft versus host disease. هاي يعني مرات قلت لكم يختصروها graft versus host disease، اللفظ مالتها يشلع القلب قسما مدراني تعبت. المهم هاي شنو باختصار، التي لمفوسايت تهاجم الانسجه مالتي، يا انسجه تحب التي لمفوسايت تهاجم السكن الجي اي تي والبون مارو، فتظهر عندي مشاكل ارتكاريا وجماعه الارتكاريا بالسكن وكذلك ابدومينال بين ونوزيا وفوميتنج ودياريا بالجي اي تي، وعندي مشاكل بالبون مارو. ف هاي فيتال يعني كلش خطره. It's much less common and nearly uniformly fatal complication. هي less common، اتفقنا الاشياء اللي تكون fatal تكون less common. It's caused by transfused blood derived alloreactive شنو؟ T lymphocyte attack host tissue include skin, GIT والbone marrow with resultant bone marrow failure. سوي لي bone marrow failure. Clinical feature شنو؟ fever, pruritus, skin rash, right up high ذني مشاكل مال السكين، شوفوا مشاكل مال الجي اي تي، right upper quadrant pain, abdominal abnormal sorry abnormal liver function test, diarrhea, nausea, vomiting, cough, dyspnea, illness progress rapidly شنطيني multi organ failure و death occur in more than 90% of patients. يعني شوفوا 90% من اللي يصير عندهم transfusion associated graft versus host disease يصير عندهم death يموتون. فتريتمنت يعني شنو اسوي لهم؟ هذا مرض كلش خطر. ف يوجوالي نوت هيلفول، التريتمنت نوت هيلفول، يعني هو انضرب عند السكين وانضرب عند الجي اي تي وانضرب عند البون مارو. فاقدر اسوي فد شغله ويا هاي الفئات الخاصه مالتي دول اللي يستلمون دائما دم وكذا، البلاد اسوي له ايراديشن. هذا البلاد يوجوالي فيا ايراديشن اوف بلاد كومبوننت جيفن. ليش؟
اسوي له ايراديشن. هذا الايراديشن كاتبها انا بخط جميل، انكتيفيت تي لمفوسايت، هذا الاشعاع اشعاعها يعني مثل العلاج بالاشعه. هنا اسوي الايراديشن، هذا شنو بروفيلكسس، عمليه وقائيه الدم قبل لا اسلمه، اسوي له ايراديشن حتى انكتيفيت تي لمفوسايت، ويا من ذولا اسويها تو سسبتبل ريسيبينت بيشنتس، ذول اللي دا يعني اخاف عليهم، اهل الثلاسيميا سيكل سيل انيميا وغيرهم. هسه نجي المنو ديليد نان اميون كومبليكيشن، ديليد نان اميون بس اثنين اللي هن وهن كل السهلات وواضحات، الاولى انفكشن والثانية ايرون اوفرلود. الانفكشن يا اما يكون فايرال يا اما بكتيريال يا اما باراسايتك. الفايرال يا اما الهيبتايتسات، هيبتايتسات حلوه هاي، اي بي وسي، او فيروس انا ما مسوي يعني ما فحص عنه بالسايتومي، قالوا بالفيروس سكرين اللي سويناها بالبدايه مثل سايتومي قالوا فيروس، او الاتش اي في ممكن ينقل، البكتيريال بروسيلا وسلمونيلا، والباراسايتيك ملاريا توكسوبلازما، لان ذني كلش هواي ينتقلن بالدم، الملاريا هي تصير بالدم، فذني الانفكشنز. الايرون اوفرلود الى مصطلح شنو اسمه، هيموسيدوراسيس. هاي الهيموسيدوراسيس يقول لي احنا نعرف انه كل بطل دم يزود لمستوى الحديد الجيد 200 الى 250 هو مو ملي جرام، المفروض اعتقد نانو جرام، المهم ايرون يزود الحديد 200 الى 250 خلينا نقول درجة كل بطل اللي هو حوالي 450 ملي لتر. So with repeated transfusion راح شنو يتكوم الحديد، اذا مرة واحدة نقل دم هاي الكمية مال الحديد اللي اجت يعني نقدر نسيطر عليها، لكن with repeated transfusion مثلا واحد لمدة سنة repeated transfusion، او واحد ياخذ يعني صار عنده في مشكلة 10 مرات استلم دم after 10 times transfusion راح تظهر عندي signs and symptoms of iron overload begin to start as excess iron will precipitate in the heart، وراح يتكون بالهارت يترسب بالليفر بالإندوكراين جلاندز، وهذا irritant يعني مزعج، وين ما يروح راح للهارت سوى مشاكل هارت، يعني مو إلا هارت فيلر ولكن مشاكل بالقلب ليفر بالإندوكراين جلاند، وين ما يروح يفلش الوضعية. الدايجنوسز مالتها شلون أسوي له يعني أشخص ذول أهل الأيرون أوفرلود، بكل بساطة أقيس الأيرون بيهم، أقيس منه أقيس السيرام فيراتين، وهذا السيرام فيراتين النورمال ألقاه بالميل 12 إلى 300، ناخذ هذا اللون 12 إلى 300 بالميلز و12 إلى 150 بالفيميلز، حتى نحفظها اليوم أنا هواي شبعتكم طرق حتى نحفظ بالميلز ذولا لأن يلعبون حديد فالكون النسبة مالتهم عالية، شوف هاي حتى نحفظ مو حتى نفهم 12 إلى 300 لأن هي حدود فهي مستوى نورمال رينج فلازم نحفظها هذا بالميل 12 إلى 300 ذولا يلعبون حديد، الفيميل ما يلعبون حديد فتكون 12 إلى 150 شنو شوفوا نانو جرام بير مليلتر. وين سيرم فيراتين ريتش ألف إذا وصل مستوى ألف نانو جرام بالمليلتر هنا لا احنا يعني صار عندي ايرون اوفرلود يعني صار عندي هيموسيدوروسيس لازم ستارت تريتمنت. زين شنو نستخدم كتريتمنت للايرون اوفرلود؟ نستخدم فد ادويه لها القدره على الارتباط بالحديد فتنزل مستوى الحديد من الجسم، وهي من ترتبط بالحديد تسوي لها تشيليتنج راح يعني هي زائد الحديد تسوي عندي كومبلكس فد مركب نت ارتنت مركب ممكن يصير له ميتابوليزم ممكن يخرج ويا الاستول ويا اليورين غير مؤذي. اوكي فمنو هاي الادويه اللي استخدمها؟ الادويه حفظ مهمه ويجوز تمر علينا بالفارما همين، ديسفوفيروكزامين والديفيريبرون. وها هي كملت المحاضره ولله الحمد. هاي الدكتوره ما كاتبه شعر فانا كتبت البيت مال المتنبي، ودني سؤالين مال الدكتوره What's the pre-transfusion lab work compatibility investigation؟ تقصد ذني بالسلايد الأول ما أقدر أرجع لهن. والquestion 2 enumerate 5 non-immune mediated transfusion reaction، نعدد لها من الأيرلي أو من المدام محددة فأقدر أنطي من الأيرلي أو من الديليت. ها هي
بس من احدد يعني من اعدد لها الايرلي، اقول يا بذني ايرلي واعدد مثلا اثنين او اثنين او ثلاثه، واقلل لها الديليت واعدد لها اثنين اللي هن الانفكشن والايرون اوفرلود، واكون مرتب بجوابي. هاي الحمد لله كملت هاي المحاضره، ولسوف يعطيك ربك فترضى. الحمد لله، كل التوفيق ومع السلامه.